موجز الأخبار، أهلا بكم. قرر مجلس النواب إخلاء مبناه بالتزامن مع انطلاق تظاهرة كبيرة باتجاه المنطقة الخضراء تطالب بإقرار قانون الدعم الطارئ وتوفير درجات وظيفية لأكثر من فئة من الخريجين. وأفاد مراسلنا في البرلمان أن القوات الأمنية قطعت الطريق المؤدي إلى بوابة الخضراء ضمن كرادة مريم بعد اقتراب المتظاهرين من المنطقة، مشيرا إلى أن أغلب المتظاهرين هم من المتعاقدين مع وزارة الكهرباء وقد جاءوا من بابل والناصرية للمطالبة بإقرار قانون الدعم الطارئ وتخصيص درجات وظيفية لهم فيه وعلى الملاك الدائم يتم تثبيتهم. تظاهر مئات من المتعاقدين مع وزارة الكهرباء في عدد من المحافظات للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم. وقال مراسلنا في بغداد إن بعض المتعاقدين نظموا صباح اليوم تظاهرة عند مقر وزارة الكهرباء مطالبين المسؤولين المعنيين بتحقيق مطلب تثبيتهم على الملاك أسوة بأقرانهم في بقية مؤسسات الدولة. وفي بابل أغلق عشرات الخريجين التربويين الطريق الدولي للمطالبة بالتعيين. وقال مراسلنا هناك إن عددا من الخريجين غير المحاضرين أغلقوا الطريق الدولي الواصل إلى بغداد للمطالبة بالتعيينات وتوفير الخدمة وتسريع إقرار قانون الموازنة العامة. أكد عضو اللجنة المالية مهند الخزعلي أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي خصص مبالغ لقطاع الكهرباء لتجنب سقوط المنظومة مع امتناع الجانب الإيراني عن استئناف إمدادات الغاز، محذرا في تصريح ليو تي في من تداعيات خطيرة في حال رفض تشريع القانون. نحن مع هذا القانون لأن نعتبر هذا القانون هو قانون أمن غذائي حقيقة، بأنه بكثير من التخصيصات تهم البطاقة التموينية ورفع الخزين الاستراتيجي للغذاء في داخل البلد. كذلك الشيء المهم هناك تخصيصات إلى الكهرباء، إذا لم نضع مبالغ كافية للكهرباء كما طلب وزير الكهرباء، واليوم جانا كتاب من وزير الكهرباء يحذر بأنه قد خرجت 8 ميجا تقريبا من المنظومة الكهربائية بسبب قطع الجانب الإيراني للغاز الإيراني، وبالتالي بأنه يجب أن نخصص هكذا مبالغ. تداعيات خطيرة إذا لم يقر هذا القانون صراحة. فلذلك نستطيع أن نقول حتى المعترضين سوف يصوتون، لأنه إذا لم يصوتوا على هذا القانون سوف يكونون أو سوف يضعون أنفسهم أمام الشعب العراقي بصراحة. قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري إن مهمة حكومة الكاظم الحالية هي تصريف الأعمال اليومية ولا يحق لها تشريع القوانين حتى لو كان الأمن الغذائي، مؤكدا أن عدم تشريع الموازنة هو التفاف على قرار المحكمة الاتحادية في موضوع نفط كردستان. يجب أن لا نتخطى الدستور، الدستور يتحدث إن حكومة تصريف الأعمال هي مجرد الاهتمام بالأمور اليومية، والمحكمة الاتحادية كما ذكر أحد الأخوة ليس من حقها تشريع القوانين اللي فيها جنبة مستقبلية، وليس من حقها كذلك إقالة أو تعيين جديد لأنها حكومة. نحن نعتقد يجب علينا أن لا نخالف الدستور. نعم هذا القانون قد يحتاجه، قد به خدمة، قد ولكن يجب علينا، لا يطاع الله من حيث يحصى، لا يجب أن نصير مخالفة إلى الدستور، والدستور يجب أن يكون حاكم علينا. نحن نعتقد بشكل جازم أن عدم تشريع قانون الموازنة هو الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية في موضوع نفط كردستان. الموجز انتهى، شكرا لكم.